السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. عرفات ولاية أفلو المنتدبة منذ قليل تغير كبير في الوضعية الجوية، إن تداول ناشطون صور وفيديوهات للثلوج وهي تتساقط بغزارة، وتحولت هذه الولاية المنتدبة في ظرف دقائق إلى اللون الأبيض. وفي سياق متصل تشير توقعات الطقس ليوم غدا الأربعاء إلى أن الأجواء ستكون غائمة جزئيا بالمناطق الغربية والوسطى، فيما سيكون الطقس مشمس إلى ممطر بالمناطق الشرقية وغائم جزئيا على بعض المناطق الأخرى، فيرجى أخذ الحيطة والحذر من كل المواطنين ومستعملي الطريق.